السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنتعرف على اهم البرامج والمكتبات اللي انت لازم تستخدمها عشان لو هتبدا تبرمج لغه بايثون ان شاء الله. يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتشاره مع اصحابك ويلا بينا. تمام يا شباب، اول حاجه ان شاء الله هننزل بايثون، هو دي الموقع الرسمي للبايثون وكده يعني. فانت اول حاجه هتخش هنا على الداونلودز وتشوف انت الاوبريتنج سيستم او النظام اللي انت شغال عليه. فويندوز هتخش هنا على ويندوز، وماك هتخش هنا، انما لينكس البايثون اساسا تبقى نازله معاه، يعني هي في النظام ذات نفسه مش محتاج انت تسطبها. تمام، فبالنسبه للويندوز مثلا انا نظام ويندوز، فانت تخش على ويندوز هنا، وبعد كده مثلا ايه بنيجي هنا على اول واحده هي اللي هي الليتست، وبعد كده هنا بتختار اختار بقى مثلا ايه على حسب النظام اللي هو عندك 64 ولا 32 اللي هو 68 86 برضه. فانا 64 فبختار اللي هو مين اكسكيوتابل اللي هو AXE. تمام، فاختار اكسكيوتابل هنا، ولو انت مثلا 32 اختار اكسكيوتابل. بقول هتنزل اكسكيوتابل ده وبعد كده تبدا تشغله، فهيظهر عندك حاجه شاشه شبه الشكل ده كده. يا ريت يعني تتكن انستول اول، بس لازم تتاكد ان الخيار ده متفعل عشان ده هيريحك كتير جدا وهيغنيك عن مشاكل كتير. اول ما تفتح معاك الشاشه دي تتك على فعل الخيار ده، هو ده مهم جدا، وبعد كده تتكن. لو انت مثلا ايه السي مثلا عندك مش مليان شويه ومش هتعرف تنزل فيه برامج وكده يعني، فانت ممكن تعمل ايه كاستمايز، تك على كاستمايز دهيت اللي هي ديت، وبعد كده هيفتح لك معاك الويندوز ديت. فانت اختار حدد هم كلهم، ما تسيبش ولا حد فيهم فاضيه، وبعد كده تك نيكست، وبعد كده هيفتح معاك الشاشه دي بردك، حدد دول كلهم مش لازم اخر اتنين دولت. وبعد كده هنا تحدد ان تك براوز عشان تحدد انت عايز تسطبه فين، وبعد كده بقى بعد ما تخلص ده كله تك انستول. تمام، بعد كده هو بقى يبدا ايه يعمل انستول معاك. طب انا اتاكد اذا نزلت صح، اهم حاجه زي ما قلت لك الخيار اللي احنا قلنا عليه اللي هو فين، اللي هو الخيار دهوت الخيار ده اهميته ايه؟ الخيار ده اهميته ان انت لما تيجي مثلا تشغل بايثون او تشغل اي كود برمجة البايثون من اي مكان في الويندوز فهو يشتغل على طول، مش محتاج ان انت مثلا تغير الدايركتوري او تغير المكان ولا اي حاجه، لا من اي مكان على الويندوز هيشتغل على طول. طب انا اتاكد ازاي ان هو بايثون متسطبه صح؟ فاكتب بايثون تمام بس، فهو طالما ما طلعليش ايرور ولا طلع لي اي حاجه وطلع معاك هيلب والحاجات من ديت وكده، واهم حاجه الثلاث اسهم اللي هم ظاهرين دولت، يبقى كده تمام الحمد لله متسطبه صح. طيب تمام، طب انا عايز اطلع مثلا عشان انافس كوماند ثانيه، هتك كنترول زد هتلاقي ان هو طلع وطلع من هنا كده. تمام، طب انا عايز اتاكد ان حاجه مهمه جدا اللي هو بيب، لازم يكون بيب اللي هو انستول بردك. طب اتكز اعرف ازاي ان بيب دي مهمته ايه؟ بيب دي مهمته ان هو ينزل الموديولز او اللايبراري اللي انا عايز استخدمها بعد كده، فانت تستخدم تقول بيب بس. تمام، اول ما تمام هو كده هو بيقول لك ان بيب تمام متسطب صح. هو اساسا بيب انت مش محتاج تسطبه، هو اول ما بتنزل بايثون وبتحدد ان هو تعمل له انستول في التسطيب هو بيسطبه لنفسه. تمام، فهو دي كده تمام، يبقى كده بيب شغال وبايثون شغال. طب ازاي اسطب بيب؟ احنا قلنا هنا اهوت، شوف هنا هو هنا اهوت في الاختيار دوت، هو كده احنا مسطبين بيب. تمام، بعد كده يبقى كده الحمد لله تمام، مسطبين بايثون ومسطبين بيب. طب ايه الموديولز اللي انا مستخدمها اللي انا عايز استخدمها هنا؟ لو احنا جينا شفنا ان شاء الله، انا هسيب لكم بردك لينك الملف ده في الديسكريبشن. هو اول حاجه احنا عايزين مثلا دي كل الموديولز اللي ان شاء الله هنستخدمها هنا في القناه، ولو في موديول جديد ولا حاجه برضك هبقى اعرفكم في الفيديو وكده، بس دي معظم المشاريع اللي هنستخدمها ان شاء الله هيبقى بالموديولز دي. فانت هتيجي هنا، فاحنا هنا هنقول له ايه؟ هنقول له بيب انستول ار، وبعد كده تاخد الملف ده، هو دي الملف ده اللي فيه كل الموديولز اللي انا هسيبه لك بقى، دي يعني في كل ويندوز يعني هنا في الملف هنا لكل اوبريتنج سيستم له الموديولز الخاصه بتاعته، ففي لينكس وماك وفي ويندوز وفي سيتنج ديت هنتكلم عن ده بعدين. تمام، فانا عندي ويندوز اما اجي سحبه كده واحطه هنا. تمام، بعد كده تك انتر. تمام، عشان كل دي كل الموديولز ديت اللي عندي انا اساسا مسطبه على الجهاز، بس هي لو مش مسطبه عندك هو هيبدا بقى يحمل كل واحده لوحدها. تمام، ويا ريت لو اي مشكله لا قدر الله حصلت لك ولا حاجه ولا كده عرفني تحت في الكومنتات ان شاء الله. تمام، بس فهو يبدا بقى يسطبها بدل ما سطبها بايدك انت. وتمام بس كده، يبقى كده احنا خلصنا من الجزء بتاع بايثون. تاني حاجه ثاني اللي هو الجيت. ليه مهم الجيت؟ الجيت عشان هو مثلا ايه لو انت عملت تغيير في الكود بتاعك فيفضل التغيير ده محفوظ على الجهاز، يعني تقدر ترجع للنسخه القديمه بعد كده لو النسخه اللي انت شغال عليها دلوقتي باظت ولا حاجه، ترجع للنسخه القديمه كانت شغاله. وكمان ممكن ترفع الكود بتاعك على جيت هاب، يعني فيفضل دايما على النت وكده ما يضيعش ابدا. تمام،
طيب بعد كده هتنزل برضك على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك، فتك هنا وهينزل برضك وتسطبه عادي خالص. بعد كده بقى بعد كده هنحتاج ان احنا نسطب في اس كود. في اس كود هتيجي هنا برضك للموقع الرسمي برضك بتاعه، تك هنا وتختار النظام بتاعك مثلا ويندوز او ماك او لينكس. فانا هختار ويندوز وانزله واسطبه برضك طبيعي جدا ما فيهاش اي حاجه. تمام، هو لما يجي يفتح في اس كود هيفتح معاك بالشكل ده كده. تمام، بس فانت اول حاجه هنحتاج نسطب شويه حاجات كده، فانت تك على الايقونه ديت. وبعد كده بقى دي الاكستنشنز اللي انا مسطبها. اهم حاجه لازم تسطب بايثون عشان تعرف تبرمج في في اس كود ببايثون. تمام، فهنسطب بايثون. هتكتب بس مثلا هنا هتكتب بايثون، بس بايثون اهو هيظهر لك اول واحد 62 مليون. تمام، 62 مليون تنزيل، فانت تتك على ديت. وبعد كده هنا بقى هيبقى عندك هنا انستول، فتك على انستول. وبعد كده يبدا يعمل انستول لبايثون. تمام، وبعد كده ديت بقى اوتو دوك سترينج ديت انا منزلها بنفسي عشان تعمل مثلا دوكيومنتيشن للمين الفانكشن اللي انا كاتبها او للسكريبت اللي انا عامله وكده يعني. ودي دراكولا سيم ديت، انت مثلا انا بحب مثلا دراكولا سيم فانا منزله كده يعني. ديت ممكن على حسب اختيارك انت. ماتيريال ايكون سيم ديت برضك يعني ايه عشان تدي شكل جمالي. كل دولت مش مهمين، المهم دولت على حسب الشخص يعني، انما المهمين عشان تبدا تبرمج باستخدام بايثون اللي هو بايثون اكستنشن دي لازم تنزله. تمام، تاني حاجه انت بتروح للسيتنج. طب اروح للسيتنج منين؟ سيبنا نطلع من ديت وديت. تمام، فانت هتروح للسيتنج منين؟ هتروح للسيتنج من هنا وبعد كده تك على السيتنج. تمام، هيبدا يطلع معاك بالشكل ده. انت لما يجي يطلع معاك هيطلع معاك بالشكل ده. فانت لو اتكيت هنا او ممكن تلاقي قوسين كده جنب بعض في الحته ديت كده بالظبط، فانت ايه اتك عليهم هنا فيديك الشكل ده. انا بقى ان شاء الله في الملف برضك هسيب لكم هنا في الملف، ايوه في الملف هسيب لكم هنا بتاع التكست فايل ده. انت تاخده كنترول A وتاخده كنترول C وبعد كده تحطه هنا، تعمل كنترول A وتعمل كنترول V وبعد كده تحطه هنا. ده هيبقى عندك نفس الخواص اللي عندي بالظبط. تمام، بس هتحتاج بقى تغير شويه حاجات كده. اول حاجه لازم هنا في اللي هو بايثون باز ده لازم تغيره للمسار اللي انت سطبت فيه بايثون. فانا مسطب بايثون في النظام ده كده في المسار ده فحطيته هنا، فلازم تغير الحته دي. تمام، وتاني حاجه لازم تغير برضك الانتجريتد شيل ويندوز. ليه؟ لو انت مثلا انصحك ان انت تشتغل بالباش. الباش اللي هو باش ايه ده؟ الباش ده اللي هو بتاع جيت. يعني لو انت مثلا شفت هنا، تمام، هو دي التيرمينال، ايوه دي التيرمينال بتاع الباش. فانا انصحك ان انت تشتغل التيرمينال بتاع الباش بتاع الجيت ذات نفسه عشان ده هينفعنا لما نيجي نرفع الكود بتاعنا على جيت هاب وكده يعني، او ان احنا نحفظ الكود بتاعنا باستخدام جيت، فده هينفع كتير. فمش هتعرف تعمل الكلام ده من عن طريق التيرمينال بتاع ويندوز وكده. طب ازاي اضيف الباش؟ فانت اول حاجه هتروح هناك على المكان اللي انت سطبت فيه الجيت. تمام، فانا مسطب الجيت فين؟ في البروجرامز، ومسطبه هنا. خلينا نشوف جيت هنا وبعد كده بن وبعد كده باش. تمام، فانا باخد ديت بقف هنا كده واقول لما تك شيفت وبعد كده كليك يمين، فهتلاقي عندك اختيار هنا كوبي اس باس. ايوه اختار ده، وبعد كده تقوم انت جاي واخد ديت كده شايلها وتقوم جاي عامل كنترول في. تمام، هيطلع عندك خطا ان هو لازم تعمل ديت هو، فلازم تعمل هنا شرطه كده باك سلاش بس كده. فانت هتلاقي ان هو رجع نفس اللي انا كنت كاتبه بالظبط. تمام، فهو دي برضك الغلط ده عشان هو جيسون برضك وكده يعني، فهو لازم ان الباك سلاش ديت يعني ايه لازم تعمله بالمرتين دولت عشان يظهر باك سلاش واحده بس لما يجي يقراه. تمام، بس كده. فانت تكون كده ايه عرفنا الاثنين دولت لازم تغيرهم، اللي هو مسار بايثون ولازم تغير مسار الباش. تمام، عشان يبقى عندك الويندوز يبقى عندك التيرمينال بنفس الصيغه دي. ان شاء الله انا هسيب لكم برضك في الديسكريبشن تحت فيديو يعني مفصل بالكامل ازاي تسطب في اس كود من الصفر يعني من كل حاجه. بس انا بقول يعني ايه ملاحظات سريعه كده عشان عايز اختصر في الفيديو، انما لو الفيديو مثلا في كل حاجه لازم يعني الفيديو هيعدي الساعه. فان شاء الله انا سايب لكم برضك فيديو تحت في الديسكريبشن، لو سمعته ان شاء الله هتتعلم شبه ما انا اتعلمته بالظبط. انا متعلم ازاي اعمل في اس كود بالكلام ده كله من الفيديو ده، فان شاء الله سيبه لكم برضك تحت في الديسكريبشن عشان تستفادوا منه برضك. تمام، بس كده. فانت كده خلصت كده، ما عندكش اي حاجه تانية. بعد كده فاضل ايه؟ فاضل بقى ان انا مثلا ازاي اربط الكلام بتاع الجيت هاب. يعني مثلا هنا
هنا ديت يعني ايه ديت ملفات اتحسبت والكلام ده. فانت تدي له رساله مثلا نقول له ايه deleted files مثلا، تمام. وبعد كده تعمل له علامه صح، تمام. وبعد كده تعمل هنا ايه مثلا بعد ما تغير، يعني انت حفظت الكود بتاعك مثلا وخلصت كل حاجه، فانت تيجي هنا وهنا في العلامه ديت هيقول لك ايه اللي اتغير وايه اللي اتعمل. وبعد كده تعمل هنا كليك يمين وبعد كده بوش تو، فهتلاقي هنا الجيت هاب، ماشي. لازم تدي له هنا لينك الجيت هاب الريبوزيتوري اللي انت عامله. فانا هعمل ازاي لينك جيت هاب ريبوزيتوري؟ فانت هتروح هنا، هتروح هنا على الايميل بتاعك هنا اهوت. لو انت مش عامل ايميل جيت هاب اعمل واحد، وبعد كده تخش على الايميل بتاعك، وبعد كده تتك على ريبوزيتوري، تمام. وبعد كده تتك نيو هنا، تمام. وسمي حاجه مثلا تعمله تيست، تمام. وبعد كده اعمله بابليك ماس، وبعد كده كليك ريبوزيتوري كرييت، تمام. هو خلاص كده الريبوزيتوري اتعمل. فانت بتاخد اللينك ده بس، خد اللينك ده اهو، تمام. او ممكن تاخده من هنا كوبي، او ممكن تاخده من في اي حته. يعني خدت كده اللينك، بتروح هنا وتقوم انت جاي عامل بوش تو، تمام. وتعمل كنترول في بيست وكده يعني، وبعد كده ايه كنترول في، تمام. هو بعد كده يتحفظ، تمام. بس كده. فانت تك انتر، هو هيبدا بقى يحمل ويرفع الملفات دي كلها لمين؟ للجيت هاب. فتفضل دايما على النت كده، ما تضيعش منك ان شاء الله، تمام. بعد كده برضك انا زي ما قلت لك برضك في الديسكريبشن تحت الفيديو هيبقى مفصل اكتر بكتير، فتابعه يعني عشان تستفاد اكتر لو انت عايز تتعمق اكتر وكده يعني. انما لو انت مثلا بتشتغل مثلا بايديتور تان او عارف الكلام ده وكده فتمام. انا بقول بس لو الناس لو مش عارفه ازاي تعمل الكلام ده، بس كده. فيا رب اكون فدتكم بالفيديو ده، ويا ريت لو انت لسه ما عملتش اشتراك تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشاره مع اصحابك. يلا، سلام عليكم.